السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. في زنزانة رقم 14 بسجن وهران تجمع ذاك الرابع من يونيو من العام 2013 سجينا لم يكن يجمع بين هؤلاء سوى تلك الزنزانة، وقد زج بهم بداخلها لأسباب متباينة، وقيل إن ذلك الاكتظاظ مؤقت وإن موقوفين عديدين سيتم نقلهم إلى سجون أخرى. كان خميس بن رمضان من بين المعتقلين الذين ينتظرون ترحيلهم، وكان قد اعتقل وحوكم بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية كانت تقوم بأعمال السطو وقطع الطريق. كانت الجزائر تخرج لتوها من تلك العشرية التي توصف بالسوداء. قال خميس بن رمضان الذي ينحدر من سيد إبراهيم إنه بريء مما نسب إليه من جرائم، قالها حين اعتقل وحين تم تقديمه للمحاكمة ويوم حكم عليه بالسجن 10 سنين. وما فتئ الشاب ذو 25 عاما يؤكد أنه ضحية لتصفية حسابات. كانت أصوات أخرى أعلى من صوته فلم يسمع. أودع سجن وهران منذ 7 أشهر، وكان ينتظر ترحيله إلى سجن سيدي بلعباس حتى يكون أقرب إلى عائلته وتتسنى لهم زيارته. قبل 8 أيام فقط لم يكونوا سوى 6 في تلك الزنزانة، أغلبهم حكم عليهم في قضايا سرقة. من بين هؤلاء شاب في 30 يدعى عبد القادر النماش، الذي قال إنه قبض عليه خلال مظاهرة في وهران لم يكن مشاركا فيها ولم يعلم سببا لانتظامها. قيل له إنه متهم بالقيام بأعمال تخريب للممتلكات العمومية. ولعل زعم الاثنين بن رمضان والنماش البراءة من التهم التي وجهت إليهما مما يسر التقارب بينهما. أمضيا معا 4 أشهر في تلك الزنزانة، وسريعا بدأ يفكران في الهروب، يعلمان أن الأمر لن يكون سهلا وأن عليهما أن يخططا جيدا، لأن كل فشل قد يعني موتا محققا أو مضاعفة للعقوبة. توقف التخطيط للهروب لما أودع الزنزانة 7 معتقلين آخرين. كان الشابان لا يتحدثان في شأن مشروع الهروب إلا حين الخروج إلى ساحة السجن. فكر في الخروج وسط أكياس القمامة، فكر في حفر نفق من الزنزانة يفضي بهما إلى الخارج، وسرعان ما تفطن إلى أنهما يفكران في سيناريوهات لا تقبل للتطبيق على أرض الواقع. كانت الحراسة مشددة، والجميع يعلم أن أيادي الحراس على الزناد، وأن الأوامر أعطيت لإطلاق النار على كل من يحاول الهرب. فكر خميس بن رمضان في التقرب إلى حراس السجن علّه يجد من بينهم من يتعاطف معه، ولكنه اصطدم بجدار. مضى شهران الآن دون أن يتلقى زيارة من أي من أفراد أسرته، وازداد قلقه وصار يستعجل الفرار. كان يحرض عبد القادر النماش على المخاطرة، كان يقول إن البقاء في تلك الزنزانة موت بطيء، وإن محاولة الفرار تتيح فرصة للحياة. مرت 3 أسابيع على وصول أولئك المعتقلين 7 لما فتح باب الزنزانة. كان موظف السجن يمسك بيده قائمة، وقد وقف وراءه حارسان بيدهما بندقيتان رشاشتان. أمر السجناء بالوقوف، وطلب من كل من يسمع اسمه أن يجمع ما لديه من أغراض وأن يستعد للرحيل. كان في جملة الذين تمت المنادات عليهم عبد القادر النماش. خرج موظف السجن يتبعه الحارسان، ثم أقفل الباب. أيقن خميس أن ما كان يخطط له مع النماش قد انهار. لم تعد هناك خطة للهروب، إذ لم يكن في من سيبقى معه في الزنزانة من يستطيع أن يثق به ويضع يده في يده ويخطط للهرب. عصر ذلك اليوم ودع النماش الذي تم ترحيله إلى سجن تلمسان. في المساء لم يعد في الزنزانة رقم 14 سوى 5 سجناء، 3 من تلك المجموعة الأولى، وسجينان من تلك المجموعة التي وفدت قبل شهر. أحد الاثنين ولم يعرف له اسم ينادى به غير عللو، كان يستوفي كل صفات السجين المتمرد
الذي يفرض سيطرته الكاملة على الزنزانة. لم يكن يكلم أحدا ويتخذ من السرير الذي يحتل الزاوية مكانا له. وفي اليوم التالي لترحيل أولئك السجناء جاء يطلب من أحدهم سيجارة، وقد بدا الآخر وقد فهم القصد، ناوله سيجارة أخرجها من بين أغراضه. اكتفى عليلو بالنظر إليه بعينين جاحظتين. كانت اللحية الكثة والشعر الذي تدلى على قفاه يجعلان شكله أكثر إثارة للرعب. ثم تقدم نحو خميس وطلب منه سيجارة. لم يفهم الشاب القصد، رد بأنه لا يدخن. كانت المفاجأة أن عليلو صفعه بقوة على خده ومضى إلى زاويته يقهقه. لم يكن خميس بن رمضان قد تعرض لمثل تلك الإهانة منذ أن أودع الزنزانة. كان الآخرون يضحكون وبدا ذو اللحية الكثة والشعر الكثيف منتشيا. وقبل أن يقتعد حافة سريره كان خميس قد انقض عليه وسط دهشة بقية السجناء. وجه إليه لكمة قوية جعلت مؤخرة رأسه ترتطم بالجدار. حاول أن ينهض ولكن خميس عاجله بأخرى، ثم دخل فيما يشبه نوبة هستيرية يضرب عليلو بقوة يزاوج اللكمة بالركلات. كان باقي السجناء ينظرون، لم يتدخل أحد، ولعلهم أيقنوا أن عليلو خسر زعامته التي حاول أن يفرضها على الزنزانة. غطى وجهه الدم ولعله فقد سنين، وحول عينيه كدمات اكتسبت بسرعة لونا داكنا. لم يعد يقوى على الحركة، سقط على الأرض مغشيا عليه. بالقرب من سريره سقطت السيجارة، وما لبث ذاك الذي أعطاه إياها أن استردها دون أن تعبر ملامحه عن شيء ما. كان خميس يجلس على حافة سريره يسترجع أنفاسه لما جاء الحراس. سأل كبيرهم عمن فعل بعليلو ما فعل به. سكت السجناء وقال خميس إنه من فعل به ذلك، وأردف أنه ما قام إلا بالدفاع عن نفسه، وإن شك فيما يقول فليسأل بقية السجناء. قالها خميس والتفت إليهم بنظرة اخترقت جباههم. سمعت أصوات من عمق الزنزانة تؤيد ما قاله. جاء مسعفان وحمل عليلو، بينما اقتيد خميس إلى إدارة السجن حيث وجه إليه تحذير شديد. بعد ساعة أعيد إلى الزنزانة وقد حسب أن عليلو لن يعود إليها، ولكن عليلو أعيد في المساء. دخل ومضى صامتا إلى تلك الزاوية، استلقى على سريره ولم تعد تسمع منه سوى تلك الأنات التي ربما كان يود لو يكتمها. في الأيام التي تلت عزز خميس موقعه في الزنزانة ومنع جميع السجناء من الحديث إلى عليلو، وصار يستفيد من خدماتهم. وسرعان ما صاروا يمثلون لديه مكونات عصابة حقيقية يخشى جانبها، حتى حين يلتقي السجناء في الساحة وعاوده مخطط الهروب. قيل له إن السور العالي للسجن يفضي إلى شوارع رئيسة مثل نهج العقيد لطفي أو نهج شهداء الثورة. هناك أيضا زنقة الشيخ سعيد. كانت الخلاصة أن محاولة الهروب بالقفز من السور مخاطرة غير مضمونة النتائج. كان عليه أن يفكر في خطة أخرى. يشاركه في مشروع الهروب ثلاثة سجناء، بينما لم يكن عليلو قد شفي من جروحه تماما. تم الاتفاق على استغلال ظروف الأشغال التي كانت تشهدها الساحة، وأن يتسلل الثلاثة إلى إحدى الشاحنات ويختبئوا في ثنايا أسفل هيكلها. لم يكن لدى خميس علم بموعد انتهاء الأشغال، ولذلك قرر المخاطرة. في اليوم التالي كان أول من تمكن من المرور إلى جهة الشاحنة. أطل من وراء كومة الرمل، ولما أيقن أن لا أحد تنبه إليه زحف إلى أسفل الشاحنة. كانت الفجوة التي علقت بها عجلة الاحتياط توفر مكانا جيدا للاختباء. ثم سمع وقع خطى. ظهر له حذاءان كتلك التي ينتعلها الحراس. ظن أنها النهاية. كتم أنفاسه ثم رأى الحذاءين يبتعدان. حدث نفسه أن أصحابه لن يستطيعوا الهرب. مرت 10 دقائق، رأى أولهم يتسلل إلى أسفل الشاحنة، جاء إلى جانبه ثم لحق بهما آخران. كان خميس يرهن نجاح خطة الهروب بتحرك الشاحنة
قبل انقضاء فترة الاستراحة. لما سمعت الصافرة التي تدعو السجناء إلى العودة إلى زنازلهم حسب أن كل شيء قد انتهى. استعد للخروج من مخبئه لما رأى قدمين تقبلان نحو الشاحنة. لم يكن حارسا من الحراس، تسلق القدمان الشاحنة ثم دار المحرك. مضت الشاحنة نحو الباب الكبير، فتح الباب، واستغرب خميس أن الشاحنة غادرت دون أن تخضع إلى تفتيش. لم يصدق أنه وأصحابه الثلاثة صاروا خارج أسوار سجن وهران. من أمكنتهم لم يكونوا يرون سوى الطريق الإسفلتي يسرع تحت أنظارهم. قطعت الشاحنة عدة كيلومترات، أحسوا بها تتوقف. انتظر الثلاثة إشارة من خميس، أطل برأسه. كان سبب توقف الشاحنة حاجز للدرج، ثم انطلقت من جديد، لا يدرون وجهتها تحديدا. اعتقد خميس أنها أخذت وجهة الجنوب. كان قد مر ما يقرب من الساعة منذ أن تخطت الشاحنة باب سجن وهران لما توقفت للمرة الثانية. بدا له أنها ابتعدت عن المدينة. رأى قدمي السائق تمضيان إلى مكان خلاء. نزل وأشار إلى رفاقه. عبروا الطريق إلى الجانب الآخر واستلقوا في منحدر هناك. لما أخذوا قسطا من الراحة نهضوا. كانوا لا يشكون في أن ملاحقتهم قد بدأت. قرروا الاختباء إلى أن يحل الظلام. علموا أن الطريق التي يوجدون بها تؤدي إلى عين الترك، وكان السير ليلا أنسب لهم في تلك الفترة من الصيف حيث ترتفع درجات الحرارة. في الطريق تدبروا مأكلهم وشرابهم، وفي الغد أفضوا إلى عين الترك، وكانت كل أحاديثهم عن الفرار خارج الجزائر. كان بينهم شاب قال إنه عمل لفترة بحارا، وثقوا به واتفقوا على سرقة قارب من عين الترك يعبرون به إلى أوروبا. كان التفكير، مجرد التفكير في ذلك، يلهب أحلامهم. تسللوا إلى الشاطئ، وكان عليهم أن يمضوا جهة رأس فالكون. رصدوا قاربا مطاطيا به محرك مربوطا على الشاطئ. غاب القمر في تلك الليلة. فكوا رباط القارب ودفعوه إلى الماء، جذفوا إلى أن ابتعدوا عن الشاطئ، ثم أداروا المحرك. انطلقوا مسرعين وقد حسبوا أنهم نجوا. فاجأهم قارب لخفر السواحل. طلب منهم التوقف مرة وثانية. أطلق باتجاههم النار تحذيرا. لما بدوا مصممين على الهرب تم استهدافهم. غرق القارب. تم انتشال شخصين بينما غرق آخران. كذلك كتب في محضر خفر السواحل. بعد يومين لفظ البحر جثتين، إحداهما كانت جثة خميس بالرمضة.